لموضوع آخر، أعتقد يا جماعة فاكرة عباس النص في المساطيل هرم في الكتكات. صح، بس هنكر. يعني النهاردة بنتكلم على مرور 24 سنة على رحيل هرم الكوميديا الفنان نجاح الموجي، ولسه لحد دلوقتي أعماله وإفيهاته حاضرة يعني موجودة في ذاكرة كل محبيه وكل الجمهور، وكمان اتحولت لكوميكسات بقى مع التطور التكنولوجي واللجوء للعالم الافتراضي، لان كتير قوي على الفيسبوك بنشوف الكوميكسات دي مكتوبه بافيهات نجاح الموجي. كان حاله فنيه مختلفه، قدم خلال مشواره في الحقيقه اكثر من 150 عمل فني ما بين بقى سينما ومسرح وتلفزيون، وكمان تم اختيار 3 افلام شارك فيها الفنان نجاح الموجي ضمن قائمه افضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصريه. تعالوا نتابع التقرير ده. اليوم هو ذكرى رحيل الفنان الكبير نجاح الموجي، مبدع المونولوج والإفيه وهرم الكوميديا الذي تألق في كل أعماله التي قدمها طوال مسيرته الفنية، سواء على خشبة المسرح أو السينما. أنا عارف هما مخرجينا مع بعض ليه؟ عشان نوقع بعض يا فارس. أنا عارف إنهم عايزين كده. فارس ساكت ليه؟ ما تقول حاجة. مخبر ورانا. عرف في الوسط الفني باسم نجاح رغم أن اسمه الحقيقي عبد المعطي الموجي، لكنه استعار اسم نجاح من شقيقه الذي كان يجبره ب10 أعوام والذي كان يعاني من ضمور في اليدين. هو ده ابنك ده فلوري؟ ايوه هو. هو ده الطيب الامين؟ ايوه تعالى. ابنك ده ايوه اكبر منك في السن. من بوابة ثلاثي أضواء المسرح كانت الانطلاقة في أواخر الستينيات، عندما أسند إليه المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم دوراً هاماً في مسرحية فندق الأشغال الشقة عام 1969. لم يكن هذا هو العمل الوحيد الذي نجح فيه بصحبة سمير غانم وجورج سيدهم، وإنما تألق على خشبة المسرح بعد ذلك من خلال مسرحية المتزوجون. بس عربي، هي بتقول لك مش وإنت بتقول لأ، بتلغوا بعض بالشفرة وانت ملك. يا اخي بهزر معاك يا سحانك، يا ساتر عليك. قدم نجاح الموجي قرابة 150 عملا خلال حياته الفنية، واخرها مسلسل في بيتنا كنز، كما قدم اعمالا عديدة في السينما والمسرح والتلفزيون نالت اعجاب الجماهير، من اهمها موعد مع القدر، الكيت كات، البحر بيضحك لي، الحريف، والحب فوق هضبة الهرم. تم اختيار 3 أفلام شارك فيها الفنان نجاح الموجي ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.